تعرفون انكم تقدرون تحصلون على دعم ممكن يوصل 50,000 كرون في السويد؟ اذا تلاقون صعوبة بانجاز مهامكم فهذا الفيديو لكم. كل يوم قسم كبير من السكان يتوجهون لشغلهم، بعض الناس يحبون شغلهم بينما غيرهم يلاقون صعوبة بانجاز مهامهم. هنا يجي دور صاحب العمل اللي لازم يوفر الادوات اللي تساعد الموظفين يعملون شغلهم للكفاءة. وبعض الحالات الموظف إلى حق يأخذ مساعدات من وكالة التأمين الاجتماعي فوسكرين كاسان، وبحسب الإحصاءات أكثر من 5 ملايين سويدي يشتغلون يومياً. وإذا كنت تواجه صعوبة شغلك، صاحب العمل ملزم قانونياً أنه يوفر لك اللي تحتاجه. مثلاً إذا عيونك توجعك من الشغل على الكمبيوتر، لازم يوفر لك نظارات مخصصة. المستشار القانوني في اتحاد النقابات ستيفان فارلي بيأكد أنه في متطلبات أساسية لازم صاحب العمل يلتزم بيها، ويقول فارلي أنه الموظفين لازم يحصلون على الأدوات اللي تساعدهم شغلهم مثل الحواسيب وسماعات الرأس وغيرها. وإذا كنت تعاني من مرض أو إعاقة تأثر على قدرتك على العمل، تقدر تحصل على مساعدات من الفوسكرين كاسان، وممكن توصل قيمة المساعدات إلى 50,000 كرون. أما الشروط للحصول على المساعدات فهي أنك تكون بحاجة للمساعدة سبب مرض أو إعاقة، أنك تكون اشتغلت لمدة مقبل عن 12 شهر أو تدير عملك الخاص لمدة 12 شهر، ما تكون تجاوزت 69 سنة، تكون مؤمن بالسويد. بالإضافة لهالشي، إذا كان صاحب العمل هو اللي يتقدم بطلب المساعدات، لازم يدفع 10,000 كرون من تكلفة المساعدة نفسه. هذا كان نهاية موضوعنا لليوم. إذا عندكم أي استفسارات أو تعليقات، اتركوها تحت بالتعليقات، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتتابعونا على موقعنا أكثر كنت أسأل.